أجنبي بين سوريا إلى ماكرون كلب الروم. من أنت حتى تتكلم عن رسول؟ ألم تعلم يا كلب الروم؟ ألم تعلم أن الرسول هو حبيب الله؟ ألم تعلم أن على العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ألم تعلم أن الرسول العظيم يمثل مريال ونص مسلم؟ من أنت حتى تصيل الرسول العظم؟ كلامك مردود عليك. المسلمين لم يقتربوا منكم. أنت من تعديت على رسولنا. هذا حبيبنا محمد. ألم تعلم يا ماكرون أنكم تقتلون المسلمين بالسلاح والكلام؟ رسول الله خط أحمر وديننا خط أحمر، دين الأخلاق ودين التسامح. أنا أتكلم عن كل المسلمين. تبا لك ولوقاحتك.